ومتابعين بصباحنا وصلنا إلى فقرتنا التالية، رح ننتقل إلى اتصال مباشر من مدينة حلب، حيث أقام برنامج الحساب الذهني المعتمد لدى مؤسسة المميزون مسابقة الحساب الذهني للتصفيات لطلاب محافظة حلب وتأهيل الأوائل على مستوى سوريا للمشاركة في المسابقة العالمية الرابعة يلي رح تكون أو رح تصير بكوريا الجنوبية بالشهر الأخير من العام الجاري. ولحتى نحكي أكثر وبشكل موسع أكثر عن تهيئة الطلاب وعن التدريبات يلي عم يخضعوا لها، صرنا نرحب عبر الاتصال مع الأستاذة هنادي شقرة وكيلة البرنامج العالمي للحساب الذهني في حلب. صباح الخير. يا صباح الورد. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. صباحنا من حلب، الله يسلمك يا رب حلب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي عبر الاتصال على شاشة الإخبارية. بالبداية خلينا نحكي عن مسابقة الحساب الذهني والتصفيات لطلاب محافظة حلب، وين صارت؟ تماما، أقمنا منذ أيام قليلة مسابقة الحساب الذهني العالمية الرابعة لبرنامج الحساب الذهني RHMath، وضمت أكثر من 160 طفل من مختلف الفئات العمرية من عمر 5 سنين ل 14 سنة. هذه المسابقة مخصصة لها وإقام سنويا بهذا في هالأيام هاي، وتشمل مستويات الجمع والطرح، الضربة القسمة، تنافس فيها الأطفال على المركز الأول ومركز البطل للتأهل لاحقا مثل ما قلتي حضرتك للمسابقة العالمية في كوريا الجنوبية في نهاية هذا العام. التنافس كان من خلال حل الأطفال لأكثر من 120 عملية حسابية في الجمع والطرح و180 عملية حسابية في الضرب والقسمة عن طريق الأباكوس والخيال في وقت لا يتجاوز 11 دقيقة فقط. والحقيقة ذهلنا لدقة إجابات وصحتها من خلال تصحيحنا لأوراق الاختبار في وقت الاستراحة، حيث بدأت بعدها بعد الاستراحة حفل أقاموا نفس الأطفال المشاركين في المسابقة بحضور الأهالي وبعض الشخصيات المميزة في حلب والداعمة للتعليم والطفولة. ومن خلال هذه الحفلة تم توزيع المراكز على الأطفال، وانتهى الاحتفال بالتقاط أجمل الصور للأطفال والأهالي بهذا الحدث المميز ليبقى ذكرى مميزة في عقولهم. طبعا مسابقات دورية وتقام سنويا كل عام، ويؤهل فيها أطفال حلب وأطفال محافظات سورية الأخرى لمسابقات عالمية، ودائما أطفال حلب يحرزون مراكز متقدمة في هذه المسابقات. نعم، يعني ست هنادي عم نتابع لقطات من حفل التتويج الطلاب المتميزين الأوائل. خلينا اليوم نحكي عن أهمية اليوم دمج الحساب الذهني أو تعلم مهارات الحساب الذهني لدى جميع الطلاب، واليوم مراكزنا قد هي مؤهلة، طلابنا قديش عم يكون عندهم القدرة على استيعاب الحساب الذهني، وأيضا يمكن قديش بدهم وقت لحتى يصيروا من الأوائل أو هن بيدركوا هذا الحساب بسرعة مهمة. تماما، هلا بدي أحكي لك قبل إنه هذا الحساب الذهني أو عن طريق الأبكوس هو حساب علم من أكثر من 3000 عام ومستمر لوقتنا الحالي، ويعمل في مختلف الدول، منتشر من خلال مختلف أكثر الدول. هذا الحساب يقوم على تنمية الشق الأيمن من دماغ الطفل، هذا الشق المسؤول عن الخيال، الإبداع، التعبير الإبداعي، القصص، يعني الإبداع اللي هو مسؤول عن التفوق عند الطفل. الأطفال من لما بيدخلوا بالحساب الذهني بيكونوا تغيرات إيجابية رائعة بتصير على الطفل. السرعة اللي بنلاحظها من خلال التدريب، دقة اللي بياخذوها، الانتباه، التركيز، الذاكره القويه، هالقصص هي كلياتها بيكتسبها الطفل من خلال التدرب على برامج الحساب الذهني. يعني فينا نقول الحساب الذهني بيعمل على تنميه مهارات الطفل يعني وقدراته العقليه، اكيد فينا نقول والجسديه. تماما تماما، بتنمي مهاراته، نحن قلنا يعني بالاضافه لهالمهارات هي كلياتها بيصير عنده مهارات ثانية مسؤول عنها الخيال، الخيال كثير شيء مهم بعقل الطفل. الخيال يعني هو طريق الإبداع عند الأطفال،
وما في طفل عندنا مستمر بالحساب الذهني إلا وهو متفوق دراسيا في مدرسته. نحن عن جد كمدربات من خلال هالنتائج الإيجابية اللي بنشوفها على الأطفال، نتمنى أنه كل الأطفال تحصل على هذا العلم وكل الأطفال يتمارس عليه هذا العلم، لأني هذا العلم المفيد جدا لخيال الطفل صراحة، أحسن من أنه الطفل يمسك جوال وأنه الطفل عقله يصير جامد من خلال الألعاب الموجودة على الجوالات واللي منتشرة جدا عند أطفالنا. لا، الطفل لما عم يدخل بالحساب الذهني العقل عم يشتغل، الخلايا عم تتنشط، الطفل عم يصير بمختلف جوانب الحياة جيد، مو بس القصة جمع وطرح ضرب وقسمه. طيب بأي عمر بهيئة الطالب فينا نقول أو الطفل للدخول في عالم الحساب الذهني؟ من أي عمر؟ من عمر 5 سنين بلش الطفل يبدأ يحفظ أرقام باللغة الإنجليزية، طبعا لأن إحنا برنامجنا عالمي فنحن بنحفظ الأرقام باللغة الإنجليزية والجمع والطرح. لكن لأي لوين بيوصل؟ قولي لي لأين لوين بيوصل الطفل بهذا الخيال؟ الطفل بيوصل لعمليات حسابية معقدة جدا، مثل أنا فيني أثناء التمارين بقول له مثلا 231582-633-781، عمليات حسابية كثير طويلة وكبيرة، أكثر من 10 عمليات مثلا ممكن أو 15 عملية. مجرد ما أقول له أنا كلمة أنسر بيكون هو عم يشتغل معي بخياله بيعطيني الجواب فورا. أنا كمدربة اللي صار عندي خبرة كثير قوية، إذا ما كان الجواب موجود قدامي لا استطيع الاجابه عن السؤال اللي انا عم بعطيه اياه، والاجابه لما بتكون قدامي بتكون هي عن طريق حل الطفل، تمام؟ احيانا خيال الطفل بيكون اقوى من الاباكوس اللي حالل عليه هذه العمليات الحسابيه. فعن جد الحساب الذهني عم يعمل شيء مذهل بعقول اطفالنا. وانا بتمنى انه كل الاطفال، في كثير اطفال ما عم يصير انه تسجل عفوا منك دورات خاصه او عم يسجلوا دوره وينسحبوا، هذا الشيء بده تدريب مستمر ولازم يعني يلقى الضوء عليه. وايضا لازم انه انه كل اطفالنا بكل موسع ضمن اطار المدارس. صحيح. نعم. يعني ست هنادي بالختام بدنا نتمنى التوفيق لكل طلابنا وان شاء الله يا رب يتفوقوا بالمسابقه يلي رح تصير بكوريا، كل التوفيق يا رب. كلمه اخيره بتحبي توجهيها لطلابنا لاهاليهم واكيد ناطرين التفوق على شاشتنا تخبرينا اياه؟ اكيد اكيد. هلا الاطفال وخاصه الاطفال اللي احرزوا المراكز الاولى ومركز البطل هن عم يتدربوا ليل نهار لحتى يخوضوا المسابقه الثانيه اللي راح تكون. انا بتشكر اطفال اللي شاركوا بالمسابقه وبتمنى كان كل اطفال حلب اللي كانوا هن مشاركين معنا ببرنامج ار اتش مات انه يدخلوا بهي المسابقه، لكن ما قدروا يدخلوا. بتمنى انه التوفيق لمدرباتنا اللي عن جد عم يعطوا لهالاطفال هذول هاي الطاقه، هذا الحماس، هذا الاندفاع لحتى يخوضوا هاي التجارب. انا بتشكر كل من وقف معنا كمان بهذا التكريم والحفل. بتمنى برنامجنا اللي هو اسمه ينتشر عبر مو بس حلب والدول العالميه، يعني دائما يكون متالق لاني عن جد عم يخرج اطفال وعم يخرج عقول رائعه. يعطيكم الف عافيه، شكرا كثير لحضراتكم. أكيد بالختام بدنا نتشكرك وبنتمنى لكم التوفيق، جهود جبارة عم تقوموا فيها، ومثل ما قلتي الطلاب يعني عندهم مهارات وقدرات فعليا كثير مهمة يجب دعمها واستثمارها بالمكان الصح. شكرا كثير. فعلا فعلا. أهلا وسهلا.